لا يوقف. وين الحج هذا؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حصار رحنا فيها رحنا فيها رحنا فيها. لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم مجددا معنا في حلقة جديدة من حلقات لعبة أطلس ومغامرات القرصان. اليوم نقول الآن دخلنا على سي 6 والأشباح البحر، والله من الجهتين، من هالجهة هذه ومن الجهة الثانية. ماني عارف وش ايش الاستقبال الجميل هذا اللي مستقبليني فيه. الجزيرة ما أدري عنها، أول مرة أدخل على سي 6 والجزر اللي فيه ما أدري عنهم. أنا معاي معاي خريطة حاطها الآن لاكتشاف الكنز هذه، ولا أدري. لا مش هذه، لا مش هذه، مش هذه، مش هذه. نطلع على جزيرة أخرى، الأفضل نطلع على جزيرة أخرى، لكن شياطين البحر دولة ما راح يخلونا نرتاح. ألف شوي وراح أوجه السفينة، أوجه الشراع الأولاني. واحدة هنا جزر، أنا ودي أتجه لذي وبعدين أتجه لهذه، لكن يلا ما في مشكلة. راح نحول هنا، ما عاد في معي يلحقون وراي الآن ويورطوني. نزل الشراع الثاني شوي يعطينا سرعة. أيوة الآن أفضل، أفضل الآن في السرعة. وروح وخلي أشباح البحر يشربون من ماء البحر. وعودة لما قربنا للسفينة هذه، يا الله وش ذا الموج. لما قربنا للجزيرة هذه الحقيقة واجهنا، حصلنا سفينة قراصنة. الآن الموج عاتي مرة، وحصلنا سفينة قراصنة، يعني إن شاء الله ما الجهة الثانية ما راح يجونا. والآن عاصفة قوية، والله يستر. شوف كل موج وش كبره. خوفا بس سفينتنا تنقلب. هي جزء الى الان في ما في تشابه 100%، لكن بنشوف لسه. ماني شايف شيء صراحة، الوضع غير واضح. الآن احنا قريبين. الله يا كبر، هالجزيرة ذي كبيرة مرة، لكن يا جماعة الخير الى الان مو هو باين انها هي جزيرتنا. الهواء توقف عندنا الآن، والجزيرة فيها صخور كثيرة، يعني النزول عليها صعب. ولا أدري، بشوف وش الوضع، يعني وضعها شوية مخيف أو وضعها مش ولا بد. أشوف مرسى هناك أو مكان للرسو. والله مش هي، أنا أتوقع إنها ما هي هي. لا عادي، جايين احنا من خلف. الا هي 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 نفسها، لازم اجيها من خلف، لازم اجيها. مارقوي الا هي، لازم اجيها من الجهة الخلفية. بوريكم الان اطلع من ذي. خلاص وصلنا، لازم اجيها من هنا، مكان الكنز في المنطقة هذه. هذه هي
مارغوي ايلاند، لازم اطلع من هنا وارجع، لان القراصنة انا حصلتهم في الجهة هذه. كذا نتحرك. نزل فل، نشوف اول شيء هو اتجاه صح. لف السفينة وراح اقابلكم في نفس الموقع ان شاء الله، نكون حددنا. انا الان خلاص حددت المكان، خلاص عرفت المكان، راح اقابلكم هناك علشان ما نطول عليكم. مرة ما يخدم، لكن وش نسوي؟ مضطرين. خلاص اكتشفنا المكان وعرفنا المكان، راح اقابلكم مثل ما قلت لكم في نفس الموقع ان شاء الله. الان راح نجهز نفسنا للنزول، واكيد راح يكون في خوض معركة. اتوقع هذا المكان هو الاقرب. ايوه مظبوط، هذا هو الاقرب للمكان اللي احنا قاصدينه واللي نبغاه. الأفضل إني ألف، هو تقريبا نشوف البعد، تقريبا قربنا مرة. نطلع الخريطة حقتنا، المفروض قربنا شوي بس أوكي ما في مشكلة. نطلع الخريطة حقتنا ونقارن المكان بالضبط. وهنا صح سفينة. اوكي، لكن نلبس الدروع ونكلم الشباب ونقول لهم يلا انتوا تكونون جاهزين معاي. اوكي راح البس الدروع حقي. سبة الحرارة ما لبستهم. الآن راح ألبس الدروع. أوكي المكان والله بعيد، السباحة له صعب، لكن وش أسوي، مضطر إني أسبح. يا حلو أنت يا جلمود، يلا هذا الأوردر إنك تكون وراي. يلا مشينا. اوكي ويستر الله ما نقع في مصيبة. جلمود جا معاي. اوكي جلمود معاي. ديسكفر مارغوي ايلاند. اوكي طيب احنا ما نبغى هالسوالف هذه، نبغى حقنا اللي احنا جايين عشانه. تعال تعال تعال، انت مو بتغرق. اوه خيل هنا. اوكي نركب على الخيل حقنا افضل، تحسبا للمشاكل. كان الطلب اللي احنا جايين عشانه. يا الله سلسلة جبلية، الظاهر هذا المدخل نقدر. يلا نتوكل على الله، والله يستر ما يجينا شيء. اوكي هي في المنطقة دي. طلع الخريطة حقتنا علشان ايش، ما احنا فاضيين لكم المشاكل. ايش ذا، ايش هالهجوم اللي علينا جانا فجأة كذا، هجوم ما ادري كيف صاير. اوي هاي الحصان حقي لا تنزل، وضرب بعد في من القراصنة. الله يقلع. راح جلمود، جلمود جاء ظهر انه ذبحهم جلمود.
لا حسبي الله ونعم الوكيل. الاستقبال السيء ذا، بحاول انا قدر المستطاع ابغى اشيل من جوز الهند واعطي الحصان حقنا، خليه شوية يتغذى. هذه فرصة. اوه الجوز الهند اللي عنده ما زال اخذ ليفل، اوكي ممتاز. اعطيه في الاستامينا، في التحميل، والله وقته. ابغاه في الضرب، ابغيه يضرب. يكبس كبس. شوف الرقصة، شوف الرقصة، شوف الرقصة يرقص. ما ادري حصلنا على حاجة جديدة اول مرة نشوفها. قراصنة، والله جاتني ضربة من القراصنة، من وين ما ادري. اوه قريب يمنا، خلاص طلعوا 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 الوحوش، طلعوا طلعوا الوحوش. جونا 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 جونا. يو ذا شبلية ذا، وخر يا ولد انت. والله هذا راح يودي حياتي. الله لا يروح علي الخيل، بسرعة 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 ارجع ارجع بسرعة، لا يروح علي الخيل حقي وذا. يا الله الله يستر. بس والله المعركة قايمة، لا يروحون علي فيها الخيل، لا يموت يا شيخ. انا ما استخدمت معاهم. الله الله نمر، راح الخيل حقي. يا الله يا الله راح الخيل، ذبحوه خلاص. وين الحق يا شيخ؟ وين ال حط هذا. يا الله وخر وخر عنا لا يهبل. معاي اغراض كثيرة ما اقدر عليهم. موتوا الخيل موتوا. يا هي المعركة كبيرة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حصار، رحنا فيها رحنا فيها رحنا فيها. لا 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 لا. رحنا فيها. وش ذا الحصار؟ يا الله يا الله يا الله. عاوج. لا خلاص عدي. عدي يا ابوي. وين 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 راح يتجه؟ اوكي نحش نحش من الاعصار. ياش هالاعصار ذا، شو لنا صار ورانا؟ اهرب. دخلنا في الاعصار، رحنا فيها، دخلنا في الاعصار. لا لا مش طبيعي مش طبيعي. عودة لكم. كما تشاهدون حقيقة الوضع صدت في موضع حقيقة. ودي أقص لكم القصة اللي حصلت معاي أمس، يعني لما طلعت أروح أخذ ال رحت للسي 6 جزيرة من الجزر فيها كنز، ورحت أبقى أخذه. توردت بأن وقعت في مصيدة معركة غير متكافئة، والآن في طريق العودة وقعت في مشكلة أخرى. المشكلة وين السفينة حقتنا؟ بس باقي ما طلعت من المرفأ. ايوه لما جيت وانا راجع في طريقي واجهت عاصفة عاتية في البحر. الحقيقة اغرقت
السفينة حقتي، وبالكاد اني قدرت اتخلص من المشكلة هذه واسبح لأقرب الأقرب جزيرة. والله شيء محزن، لكن عاد وش نسوي، هذا اللعبة. أقرب جزيرة في سي 6، أنا كنت جاي من اللي هو سي 6 ورايح إلى الجزيرة حقتي الأساسية اللي بسي 7. في طريقي صابتني عواصف وإعصارات، والسفينة مارد وان خلاص ودعت داخل البحر وغرقت. سبحت لين وصلت، يعني المسافة هذه كلها سبحت حتى وصلت، لأن ما كان حتى في شاطئ. لين ما وصلت أقرب شاطئ وسويت لي بيد اللي هو سرير علشان أنتقل منه في الفاست ترافل، وانتقلت إلى سفينتي اللي هي مارد في بي 7 علشان أرجع مرة ثانية وآخذ أغراضي من مكان النكبة وأروح إلى الجزيرة الأساسية اللي فيها البيت. والله يعوض عنينا، هذه حوادث يعني تقع طبيعية، يعني تقع للبحارة، وأنا أحب أنقلها لكم يعني كما حصلت معاي في معركة ما استفدنا منها. خسرت الحيوانات حقتي، والآن أخسر السفينة حقتي، ولنا عودة إلى البحر مرة أخرى بوضع أفضل إن شاء الله. الكل معرض يعني لحوادث مثل هذه، خاصة حوادث مثل اللي تعرضت له. ولكن أبشركم، الكنز اللي استخرجته في المرحلة اللي فاتت الحمد لله يعني وضعه اوكي، وانا مخليه في المنزل اللي بنيته في اللي هي السي بي تقريبا، في البيت الاساسي اللي انا سويته في اللي سي 7. الان انا راح اطلع من هنا واتجه الى موقع البيد وآخذ أغراضي، وممكن أرجع إلى موقع الغرق اللي غرقت فيه مارد وان، بشوف إذا كان في باقي لي أغراض ولا شيء ممكن أشيلها. توقع أنا قريب من موقع السفينة، والله ما أدري، أنا أشوف في سفينة قدامي ولا أدري هي سفينتي أو لا. في سفينة قريبة علينا لكن ما أدري هي سفينتنا أو غيرها. أشوف في حطام، لكن يمكن ما تكون سفينتنا، يمكن سفينة ثانية. تقريبا هي، والله كيف جت هنا في الموقع هذا، كيف ما أدري إذا كانها هي، كيف جات بهالموقع. كانها هي، لا لا يوجد شيء، حطام فقط. ولا أدري هي ولا غيرها، ما أعطونا علامة إلا هي، خلاص هي بس انتهت، ما في شيء، خسرنا كل شيء، يعني ما يوجد أي شيء.
يمكن يكون الصندوق اللي فيه الأغراض راح يسبح في البحر خلاص. مثل الصناديق اللي نشوفهم في البحر بين فترة وفترة. خلاص قريبين على الموقع اللي فيه البيت، على طول راح أخذ أغراضي وأمشي، وبكذا أكون أنهيت رحلة، ما نقول رحلة غير مجدية، يعني كان فيها الخسارة، لكل رحلة خسارة وربح. ما هو دائما الواحد يكسب. أتوقع هذا مكاني، نشوف البيد وين موقعه. أتوقع هذا هو. هدفي اني ارجع للبيت حقي واخذ اغراضي، هذا هو الهدف الان. وفعلا وصلت في توقيت مناسب. اتمنى اغراضي موجودة. لا يا شيخ، جميع اغراضي مش موجودة. يا الله، لها توقيت محدد وبعدها تروح عليك. خسرت كل اغراضي، حرام عليكم يا شيخ. عاد بالسرعة هذه تطيرون الأغراض علي. خلاص ما في فايدة، خسارة، خسارة مركبة، يعني ما هو خسارة واحدة، خسارة مركبة. المفروض يحتفظون بأغراضي تبقى مكانها، لكن ولا شيء من أغراضي موجود. ما في مشكلة، أروح البيت وأعوض هناك، نصنع من جديد. بحر معانا، أوكي روح. خلاص هذا طريقنا. خسارة، خسارة مركبة صراحة للأسف. راح أطلع من هنا وأرجع. شيء طبيعي الواحد يخسر، الحياة ربح وخسارة. وبكذا أنا راح أنهي حلقتنا اليوم. أشكر لكم المتابعة، وأتمنى أن يعني عجبتكم الأحداث. لازم يكون في مصارحة معاكم في بالأحداث اللي حصلت، لأنها دروس، دروس لي ودروس لكل من يشاهدها. ولكن لي طلب، لو سمحتوا، لو سمحتوا اللي شاهد الحلقة هذه أو أي حلقة أنا أنزلها، لا ينسى الضغط على زر اللايك. وإذا كان ما هو مشترك فلا تبخل علينا بالاشتراك، وتفعل زر التنبيه ليصلك الجديد. وفي أمان الله.